رعت معالي هيفاء النجار وزيرة الثقافة مؤتمر اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين بمناسبة ذكرى معركة الكرامة الخالدة. وفي كلمتها أكدت الوزيرة النجار أنه يحق لنا أن نفتخر بهذه المعركة وأبطالها الذين حققوا النصر والعزة للأردن وللعرب جميعاً. وألقيت خلال الاحتفال العديد من الكلمات الوطنية والقصائد الشعرية التي تغنت بالكرامة وأبطالها. وفي الختام كرمت وزيرة الثقافة ذوي شهداء معركة الكرامة والأبطال المشاركين فيها.